عندنا مشكل ديال الباركين اللي فرضوا علينا تقريبا بحال اللي فرضوا علينا حاليا. هاد لي ماشين هادو ركبوهم تقريبا شهر ونص دابا، يعني ما خدامينش، حتى الكونترول ديالهم ما كاينش. تفاجأنا اليوم بالطوموبيلات كاملين عملوا لهم الصابو، يعني بدون اعلان، بدون يعني لي ماشين كانوا مركبينهم من قبل، وكاين اللي كيقطع كاين اللي ما كيقطعش. اليوم تفاجأنا بالصابو بدون اعلان، بدون وكنتفاجئوا حتى بعض المرات المحلات التجاريه هنايا كيتشكاو على حساب الدراري اللي عندهم هنايا، راه ما كاين الناس ما كتقطعش، كيمشيو من عندهم كيتخلصوا من عندهم مباشره، ما كاين لا تقطع هاد الورقه ولا والو. والحاله ديال حتى الحاله ديال العمال ماشي شي ناس بروفيسيونيل، يعني الناس غير مدبرين هيدا وصافي، ماشي شي حاجه من. واليوم انا تصدعنا لواحد الدرجه كبيره، الله يحفظ، كانت تقدر توقع شي حاجه. جاو داروا لنا الصابو كاملين هنايا بدون اعلان، بدون والو، ما علمونا ما والو. عندنا محل تجاري هنايا مقهى، الناس كتجي كتبغي تباركي هنايا، عملوا لنا هنايا عملوا لنا بياج، الناس كتبغي دوسة على بياج، ما كتبغيش تخلص بياج، كيهربنا كليان، خصو الجماعه تشوف لنا شي حل لهذا الشيء هذا، ضروري خصها تشوف لنا شي حل لهذا الشيء هذا. حنا بيدنا كيوقع لنا مشاكل هنايا في سبات الخدمه، كليان ما كيكونش عندنا، كيجي باركي عندنا ما كيجبرش في باركي، كيمشي في حاله، واخا كيجي باركي كيجبر بياج، بياج ما كيبغيش يخلص هادشي بحال اللي كيحتسموا عليه. واخا عملوا لنا شي ثانوي جاو غالي، وخصو يشوفوا شي حل لا للسكان لا للناس اللي عندهم محل تجاريين هنايا، الناس كامله مضيعه هنايا، كليان كيهرب الله ما كيبقاش هنايا كاع. ماشي في المصلحه ديالنا حنا في المدينه. ممكن؟ لا قبل الحل ما كانش كاين هذا، ما كاينش ما كاينش، ولكن دابا كاين، لان عندنا مشكل. الانسان تيجي باش يقضي الغرض ديالو مثلا، غادي خصو يمشي يخلص 3 دراهم 4 دراهم، الساعه بزاف. لو كان عايش شي حاجه شي ثمن بسيط ما كاين مشكل. بالنسبه لهذا الشيء اللي عملوا ديال الستاسيونمون، في الحقيقه راه كنقبل وحيدوه، حنا كونتر هذا الشيء هذا. بالنسبه لنا الستاسيونمون في مكان عمومي خصو يكون ليبغ، ماشي ضروري خصنا نخلصوا باش نستاسيونيو. دابا عاوتاني ردوه، ما عرفناش علاش، شنو هو زعما الدواعي اللي كيعملوا لنا هذا الشيء هذا، واش يدخلوا الفلوس، ما فهمناش حنا شنو كاين. انا اول مره غنستاسيوني هنا غنشوف هذا الشيء هذا، دونك تفاجات. وما جيت نقول لكم على حسب العدد اللي داروا لنا هنايا في باركينغ، الكليان كيجي عوال باللي يكون باركينغ بيبليك، يعني كاين العساس وهذا، وما عملوا العدد يعني كيجي شويه غالي. هضرنا معاهم على حسب لابونمون باش ينقصوا لنا زعما هذا، الساعة غلاو علينا، عطاونا واحد الثمن يعني غير مناسب، وحنا كنطالبوا الجماعة باللي يدير لنا واحد الثمن مناسب للمؤسسة ديالنا. العداد المدفوع الأجر اللي داروا لنا حنا كمؤسسة فندقية، يعني أبونمون ديال 500 درهم للشهر سي أن بو شيغ، ماشي لوجيك، فتنطالبوا الجماعة من هذا المنبر أنها دير لنا شي حل يكون معقول. وحتى بالنسبة للزبناء فهذا مشكل، فتيبغي ستاسيوني باش غير يسول بالنسبه للاداره او المؤسسه، فتلقى انه خصو يدفع على ربع ساعه، خصو يدفع ثمن ساعه، فهذا عاوتاني